السلام عليكم، وياكم الطالبة كوثر علي حميد. واليوم راح أسوي تيتوريال عن شلون نسوي الجيومتريك شيب باستخدام برنامج الإلستريتر، وفي النهاية راح تكون النتيجة بهالشكل. الحين راح أمسحها. أول خطوة راح ناخذ البوليجون تول أو أداة المضلع، وراح أرسمه. بعدين راح احول لونه الى اللون الاسود، راح اخليه في النص، وراح ادوره بحيث ان يكون الضلعين يقابلون بعض والزوايا تقابل بعض. راح اخليه في النص. بعدين راح اخذ اداة الخط وارسم خط اوصل فيه كل زاويتين ويا بعض. هني الزاوية الاولى، الزاويتين الثانيتين والثالثة. بعدين راح احدد كل الشكل. بعدين راح اخذ اداة الشيب بيلدر تول اللي هو اختصارها شيفت ام، وبعدين راح أدمج كل مثلثين ويا بعض بحيث أني أوصلهم ويا بعض. راح يعني يطلع عندنا خط بهالشكل، فراح يتوصلوا. بعدين راح أختار اللون اللي أبيه، راح أخلي أزرق. بعدين راح اختار ال HSP من الكالر مود، راح اغير في ساتوريشن، فاخذ المربع الاول واقلل الساتوريشن ماله، والمربع الثاني اقلله اكثر، فبيصير عندنا ثلاث مربعات الوانهم مختلفة. الحين احنا عندنا مشكلة ان كل مربع منفصل عن الثاني، فراح نجمعهم بحيث ان نحدد الشكل. نروح ويندو، بعدين باث فايندر، بعدين نضغط على ميرج، فراح تخليهم لنا كلهم ويا بعض ككتلة واحدة. راح نقلل السايز ماله، نخليه صغير، بعدين نحطه في وسط الارت بورد. بعدين نروح اوبجكت باترن ميك، راح يطلع عندنا هني مسج، نعس اوكي. بعدين نروح حق التايل تايب ونغيره من جريد الى هيكس باي رو، راح يصير عندنا بهالشكل. بعدين نضغط دان، راح يتسيف الباترن اوتوماتيكلي في السويتشز. الحين نقدر نستخدم الباترن في اي شيء. نرسم دائرة وبعدين نضغط على الباترن، وراح يصير عندنا الباترن موجود داخل الدائرة. نقدر بعد نسويه في المربع كامل. وبس هذا كان التيتوريال، عرفنا شلون نسوي جيومتريك باترن. ان شاء الله تكونوا استفدتون واستمتعتون، وشكرا.